بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا أحبائي، الموضوع اليوم حيكون لطيف وخفيف. كيف نقرأ الـ EXR للـ Render Elements؟ يعني عادة إحنا من رندر من داخل برنامج الماكس بصورة معينة، وهي الصورة ممكن تكون لا شوت خارجي أو داخلي. عادة بلزمنا إضافات Layers عشان برنامج فوتوشوب، ففي عندنا بالرندر نفسه ممكن نعمل سيت اب للاير Elements اللي هو Render Elements، ونضيف بعض اللايرز اللي مهمين عشان البوست برودكشن ليتر، من ضمنهم الاي او اليو في الرندر اي دي، كثير مهمه عشان فوتوشوب ريفليكشن ريفراكشن، وهذول اصلا بيطلعوا عنا في المنطقه العلويه على الشمال هون اللي هم اللايرز نفسهم. ممكن اشوف الاي او اللي هي الامبيانت اوكلوجن، ممكن اشوف اليو فيز. اليو فيز ما فيها فائده بصراحه في البوست برودكشن بقدر ما فيها معلومات عامه. انا بعرف ان القطعه هي مش ماخذه يو في مثلا، او اي لون سوليد زي هيك مش ماخذ يو في، اي شيء تشيكرد كبير او صغير ناخذ يوفيز كمعلومات عامه. بهمنا من عملائنا مرات لما نطلب سين مرندرين نطلب هاي الصوره عشان نعرف مباشره انه القطع معموله يوفيز ولا لا بدون ما نروح على 3 دي فايل، يعني بس من الصوره لوحدها. هون عندنا ريفراكشن ريفليكشن، او سوري هاي ريفراكشن اللي قبلها ريفليكشن انعكاس، وهاي انكسار. وفي عندنا كمان اللي هو الرندر اي دي، هاي جدا مهمه عشان السليكشن داخل برنامج الفوتوشوب. وفي عندنا الايدج تكستشر، هاي الهدف منها الفائده العامه المعلومات عشان نعرف قديش القطعه عليها دينستي كثافه لايرز، لانه هو بيعطيني السيجمنتس اللي هي اراوند حسب الايدجز اللي بالقطعه المكونات القطعه. فبنطلب انها تكون بيكسل واحد وتكون بهالشكل عشان نعرف قديش الحجم الفايل قبل ما نفتحه مباشره. في عندنا الزي ديبث عشان اذا حاب اعمل فوكس ان فوكس اوت. بشكل عام يعني هذول الاشياء المعظم الاشياء اللي احنا بنحتاجهم لبرنامج الفوتوشوب. احنا عاده بنسيف باي ديفولت اللي كرنت الصورة، هاي نفسها أسيفها عشان أنهي الموضوع بالنسبة للرندر. ولكن ممكن أعمل سيف أول شانلز، يعني كل هذول الشانلز اللي عندي هون ممكن أسيفهم سيبريتلي. كيف يعني؟ كل واحد لوحده باسمه الخاص. لكن في عنا أوبشن جديد اليوم اللي هو سيف أول إن سينجل فايل. بتهمني كثير السينجل فايل بحيث إنه أخف وأسهل للتعامل، خاصة لما يكون في عندي رندر أنيميشن أو أكثر من صورة، فبيطلعوا منظمين ومرتبين كل اللايرز اللي عندنا هون بيطلعوا في فايل واحد اسمه EXR. وبأسهل الفيديو ان شاء الله حيكون في رابط لتنزيل الـ EXR عشان تستخدموه للفوتوشوب. بشكل عام نسيفه as EXR، نحطه بالفولدر انا سميته EXR، نعطيه سيف دان. الحلو في الموضوع كمان انا ممكن اروح على فايل اعطي لود ايمج، يعني ممكن يعني لو كانت عندي هاي مطفيه اوريدي ما عندي الرندر وراح الرندر من عندي وانا مسيف اوريدي اي اكس ار وحاب اظهره هون، فممكن اروح على فايل واعطيه لود ايمج واختار نفس الاي اكس ار بيرجع لي مره ثانيه، بعمل لودنج له برجعه مره ثانيه. فانت هيك حفظته بكل طبقاته. الان شوف داخل برنامج فوتوشوب كيف ممكن اشغله. فايل اوبن واطلب الاي اكس ار والديفولت تشويس ما نغير فيه شيء، كثير ممتاز ورائع جدا. بس نعطي اوبن، حلاحظ انه اللايرات والطبقات اللي انعملت في الرندر اليمنتس في الماكس موجوده عندي على اليمين في اللايرز هون في اللايرز تاب. بتمنى الفائده لكم ان شاء الله يكون مفيد لكم وتستفيدوا منه، وان شاء الله نراكم في فيديوهات قادمه مميزه وحديثه. السلام عليكم.